زون ميكس. رجعنا من جديد في زون ميكس باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي في زوج مقابلات ضد موريتانيا، المقابله الماضيه والمقابله القادمه ان شاء الله غدوه لحد. ويحضروا بحضنا ضيوفنا اليوم، بحضنا المدرب وجدي السيسي. وجدي شنو احوالك؟ اهلا بيك سلام، مرحبا بيك ومرحبا بالضيوف. في فورما ان شاء الله، ان شاء الله النتائج ان شاء الله موجوده كي المنتخب ان شاء الله. ايضا محضرنا المحلل الفني سليمان جي ابراهيم، شنو احوالك؟ شكرا، بارك الله فيك. لاباس الحمد لله، ومرحبا كما قال سي وجدي بسي وجدي واختنا سيرتو نعيمه لا برانسيس نعيمه، ديما فيهم على دماغي وناس. الحمد لله الحمد لله. ايضا كما قال سليمان جي ابراهيم وحرقني، دونك نقدموا زميلتنا نعيمه. سيسي نعيمه شنو احوالك؟ عسلامة إسلام، ومرحبا بكل مستمعي إكسبريس أفام، ومشكور على الدعوة. الحق أنا ديما نحب مش نشكر فيك للرمي وورود، لكن أنت ديما تقدر ولاد الصحافة وتستدعاهم لأنهم يسحقوا أنهم يكونوا موجودين في ظل اللي قاعدين نشوفوا فيه، اللي هو ملف كبير يلزم يتحل. إن شاء الله نعمل عليه بلاتو لهنا إن شاء الله. على كل مش في سبور أعطيك صحة، مرحبا بك نعيمة. دونك نحكي نبدأ حديثنا على المنتخب التونسي، نأخذ عندكم كلمة كلمة على المقابله الماضيه وبعد ندخل اكثر في التفاصيل المعمقه. نبدا معك سي وجدي، كيف شفت الماتش نتاع تونس 3-0 نذكروا ضد منتخب بريطانيا؟ والله ما معناها كالعاده المنتخب يعني في ديلا سيزابيتود، يعني من ناحيه النتائج يعني الانتصار موجود، 3 نقاط موجودين، الهجوم قاعد يسجل، الدفاع مش يقبل في اهداف، شيء ممتاز جدا يعني من ناحيه الارقام. يبقى ديما ديما مشكله المنتخب، ديما ديما عندنا بعض الاحيان بعض الملاحظات، يعني وهذا عادي ان نشوفه راهو بعض الملاحظات على الاداء ولا على قول لي بعض الملاحظات قاعد نشوف في ورقه ولا كان مش فيها كلاسمون؟ ما شاء الله لا لا فيها كلاسمون. تو اكتشفت هذا. لا انا نقول لك حاجه اسلام، كان ما وقت اللي نحكي على منتخب ديما نقيد لي بون بوزيتيف لي بون نيجاتيف، نعملوا نقد يعني بما فيه الايجابي والسلبي، مو شكل انتقاد يعني التحامل على الفريق ولا لا. كل فريق يلعب كره اكيد ثم نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه بالطبيعه، يعني لازمنا نبينوهم الاثنين، خاطر كان باش نقفوا عند النقاط السلبيه باش يولي امورنا غير موضوعيه، يعني حكمنا غير موضوعي. ديما ثم نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه اكيد. هو ناخذ رايك انت سيمون جايف، هو راهو ديما اي مباراه تصير ضد الفريق الوطني التونسي في تونس راهي ديما صعبه، لان الفرق كلها تحب ولا تكره يجيو بور افوار ان ريزولتا بوزيتيف، يلعبوا افيك ان بلوك با. وتونس ماك تعرف الفريق الوطني التونسي اليوم ما عندوش المهاجم الصريح، با الحمد لله توا سيف الدين الجزيري قاعد يقدم في اداء طيب، لكن الحاجه اللي الباهيه سكو ديما نلقاو لا كرياتيفيتي في دون لي مومون ديفيسيل، كسوا سور بالاريتي والا سور اون اكسيون دو بوت اللي ماركاها الياس السخيري، خلي سا ديكونت ان ريزولتا ويولي الفريق المنافسي يخرج من اللعب يغير تغيير طريقه اللعب نتاعو، يحب يحاول يعدل شويه. لنجح في العمليه حذاري من مرياح، معناها اللي كل مره يعمل اغلاط كبيره برشا، جاب ربي الغلطه هذيك ما جاتش في الديزيومتر ولا وقت احنا فايزين 1-0، كان جاء هذاك هدف التعادل في ضربه جزاء معناها تولي لنا مشاكل كبيره برشا. والحمد لله يا ربي عرفنا كيفاش نتعاملوا مع المباراه هذيا، تو نحكيو في كل اكيد جزئيه والتفاصيل. نعم والله اسلام، المطلوب هو انه ناخذوا 3 نقاط نتاعنا، خذينا 3 نقاط نتاعنا، كان جاونا نقيموا المجموعه اللي نحن فيها، ظهر لي الاربع ثلاثه منتخبات اللي موجودين معنا ما همش في قيمه المنتخب مع احترامي للمنافسين. باش نحكيو على زامبيا، زامبيا ما هي زامبيا نتاع 2013 و2012، المنتخب الموريتاني ما هوش المنتخب. خلينا انا معك نعم في النقطه هذه، وسمعت حتى المدرب الوطني التونسي ولا رئيس الجامعه مع زملائنا في شمس افام يقول قبل كنا نلقاو معهم صعوبات منتخبات، نعرف ونذكر طحنا مع موزمبيق قبل، طحنا مع بوركينا فاسو، حتى المنتخبات اللي على الورق ماهيش في قيمه منتخبنا كنا نلقاو معها صعوبات، اليوم ماهيش قاعدين نضيعوا في النقاط. الراس الاخضر ما تنساش الاخضر، كنت نلقى معاهم صعوبات صحيح، لكنهم حاليا المنتخب الموريتاني ماهوش المنتخب الموريتاني اللي لعبنا معاه في الكوب دافريك الاخراني. المنتخب الزامبي كما قلت لك ماهوش المنتخب الزامبي نتاع اللي هز كاس افريقيا في 2012، معناها ثم برشا حاجات تغيرت. المنتخب التونسي حاليا في البول هذا اقوى من المنتخبات اللي موجوده. وقتاش الامتحان الصحيح؟ معناها توا تلم النقاط نتاعك، الامتحان الصحيح هو اللي باش يجي في المباراه. ولو انه حتى نضيف على كلامي يقول لك كيف كيف نيجيريا كيف كيف خسرت في بلادها مع افريقيا الوسطى زاد.
افريقيا الوسطى تورت افريقيا الوسطى برشا ملاعبيه ولا فيها افريقيا الوسطى فما برشا ملاعبيه قاعدين يلعبوا في البطوله الفرنسيه قاعدين يلعبوا في البطولات الاسكندنافيه في البطوله في بطوله السويد في في, في الدنمارك معناها عندها قاعده تتطور فما منتخبات قاعده تتطور لكن فما منتخبات تراجعت تطورت تم فما جيل قاعد يتبدل معناها في المنتخبات الاخرى صحيح تقول لي انت نيجيريا نيجيريا زاد نيجيريا ماهيش نيجيريا نتاع قبل كي جينا نحكيوا على نيجيريا نتاع قبل رانا نقولوا افريقيا الوسطى ما تجيش ند للند امام المنتخب النيجيري صحيح باش حاول نحكيو في اول جزء من حصتنا عن النقاط السلبيه في ماتش موريتانيا بعد الجزء الثاني النقاط الايجابيه وباش نكون في الجزء الثالث ان شاء الله مقابله الاياب مع منتخب موريتانيا ومقابله الجوله الرابعه حبيت نحكي عن النقاط السلبيات ديما حراسه المرمى تقريبا قاعده تثير في الجدل ممكن منذ كان الماضيه مع الناس الجارديان اللي يملى بلاصته فاروق احتياطي في ترجي اساسي في المنتخب معز حسن كالعاده مش يلعب وموجود في المنتخب علي جمال ما عرفناش على جهه وعلاش نحى شنو رايك في النقطه هذه واجد الموضوع هذا حكينا فيه قبل سلام في ديما نحكيوا عليه التو هذا حكينا فيه في نفس الموضوع كنت وقتها قلت انا قلت وقتها اللي الحراس اللي عيط لهم مدرب منظر كبير اغلبهم ماهمش معناها ماهمش ضامنين اماكنهم في الكلوب تاعهم حكينا وقت على فاروق هو بن شريفية مازال وضع وقتها مش واضح وشفنا اللي بن شريفية يعني هو اساسي في الترجي الرياضي زوج مباريات يلعبهم فهمني وحكينا وقتها على جمل قلت انا جمل وقتها واحد من احسن الحراس الموجودين توا لكن في النجم الساحلي عنده اسم كبير قاعد يزاحم فيه وينافس فيه اللي هو المثلوث يعني بلبولي دونك الوحيد ولا حسب المعلومات اللي عندي باش يلعب جمل البلبولي حتى باقتناع منه هو حتى كي جابوا جمل بالتشابه نتاعه هو فما اقتناع انه باش يكون يدز جمال معناتها كله من تالي معناها كي يحتاجوا ليتوال يلعب اي اما كي يبدا عندك حارس في بنك الاحتياط في قيمه المثلوثي مثلوثي راه لازمو يلعب مثلوثي يقعد زوز ثلاثه مباريات ما يلعبش اساسي يعني ما عادش نجم تعرف سورتو غارديان بيوت دونك باش تكون شويه ثم 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 تنافس كمان باش يكون بيناتهم حتى هو موجود على بنك الاحتياط اكيد باش يكون ثم تنافس غير مباشر يعني بين الزوز حراس ثم ممكن زاد المثلوثي ينقذ على فرصه او فرصه باش تجي وما عادش صعيب باش تخرج المثلوثي من غادي لكن خاصه كان يقدم يعني مردود باهي فاروق في الترجي هذه معليش اجماع كبير لحد الان المدرب قاعد يعتمد على بن شريفيه وقالها صرح بها اي معناها قاعد يعتمد على بن شريفيه وراو تحب ولا ما تحبش طال الدهر ومقصره في الترجي مش مستغناو على بن شريفيه اذا كان تحب تخزر النظره القدام برشا علاش وتخزر التاريخ ياكد انه كل مره يحبوا يزيحوا بن شريفيه في الاخر يرجعوه ويستحقوا له ما يلقاوش ما احسن منه معناها فنيا باقتناع منك انت هو الافضل في تونس نجم نقولوا الفورمه تغيب وتحضر في بعض الاحيان الفورمه تاعو تغيب وتحضر لكن فنيا وكخبره وحضور وكل شيء يعني بصراحه بن شريفيه يعني عنده مكانه في الترجي الرياضي وفي الترجي الرياضي مش مستغناو عليه لا بروف انا مفكروا يجيبوا الحراس الكل جابوا فاروق جابوا اسمه نتاعنا نتاع رامي الجريدي جابوا لكن بن شريفيه اللي توجور لا يدور 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 في الاخر توا قاعد يلعب بن شريفيه فهمتي ممكن شويه تشبه شويه للتاريخ نرجع شكري الواحد وقت اللي جابوا له الشيخ سيك في الاخر قاعد شكري الواحد ثم حراس يعني ما نجموش يستغناو عليهم الانديه نتاعهم انا راه بن شريفيه مكانه في الترجي الرياضي تقريبا كاساسي باش يكون يعني بنسبه كبيره برشا يعني بالنسبه للموسم الجاي بون توا المدرب هو بيدو معناها او عيط توا معز حسن معز حسن مش قاعد يلعب صحيح صح في النادي الافريقي لكن ماهوش قاعد يلعب فهمني هو في النقطه هذه جمل جا ومشى من غير ما جربوا جمل دخل في القائمه وشارك من غير ما جربوا ما شفناهش يعني فهمني ما خذاش فرصه باش نقيموه معناها علاش عيطت له انت باش من غير ما تقيمه لعبته حتى ميتون بعد تقول على الاقل عطيته فرصه فهمني ما شفناهش جمل دخل وخرج من غير ما صار تقييمه بون يفو دير اللي بالنسبه لي انا الدعوه نتاع معز حسن يعني فيها معاني كبيره فيها معاني كبيره بالنسبه لي انا في ذهن المدرب اظن ولو ما نقراوش في النوايا لكن في ذهن المدرب يعرف اللي فاروق ماهوش لاعب اساسي 100% في النادي نتاعو واذا كان مشي واصل يقعد ماهوش اساسي في الترجي الرياضي ما عادش نجم يلعبوا في المنتخب حسب المبادئ اللي يحكي بها هو يلعب كان للحاضر واللي قاعد جاهز ويلعب فهمني معز حسن باش يكون اساسي تقريبا بنسبه 95% في النادي الافريقي دونك هذا بالنسبه لي للمستقبل معز حسن هو الحارس اللي نجم يعتمد عليه ودعوته توا للمنتخب من غير ما لعب حتى ماتش هذا يسابروف اللي هو فهمني وما عنده كانش عنده جمعيه توا للنادي الافريقي دعوته اكيد وانه للبعيد
فهمني، لانه مازلت راه ما لعبنا، مازال عندنا ثلاثه مباريات يعني في الواحد، ومازالت المباراه الحاسمه اهلي وروتور، ومازال عندنا ان شاء الله كاس العالم. يعني بالنسبه ليه للمدى البعيد اظن انه معاذ حسن هو باش يكون الحارس الاساسي في المنتخب. بن سعيد موجود، وموجود لانه فرض نفسه، لانه لعب الاساس مباريات الاخرانيين نتاع اتحاد المنستيري، يعني كان موجود يعني وكومبيتيتيف وكل شيء. ما نجمش نحيه، جمل نحاه مش قاعد يلعب، سعيد ما نحاش لانه قاعد يلعب، وهذا الفرق ما بين زوز حراس هذا. واضح، باب الطبيعه مجال يبقى مفتوح ديما للنقاش في وقت